تفضل اخي جمل عمود. شيخ انا في سؤال متعلق بالقصر في السفر. لبيك. وتكون من شقين السؤال. الشق الاول انا جئت الى الولايات المتحده زياره 19 يوم من 1 يوليو وساعود الى بلدي في 19 يوليو. تمام. اتنقل من ولايه الى ولايه، ولايه اقعد فيها يومين، ولايه اقعد فيها 5 ايام، ولايه اقعد فيها 10 ايام، فهل القصر عدد من الايام؟ لانه في ناس يقول لك 10 ايام في مسجد لازم تصلي صلاه كامله، انت اصبحت في مقام المقيم، اصبحت في حكم المقيم. رغم اننا لا شك بدون شك انا ساعود الى بلدي، هذا الشق الاول. الشق الثاني من السؤال، حضرت امس صلاه العصر وجئت والامام نازل السجود في الركعه الثانيه، فنزلت صليت يعني ركعت معه السجود، سجدت معه السجدتين وحضرت معه التشهد وصليت الركعتين، فبقيت محتار هل اسلم، لان انا مسافر، هل اسلم بالركعتين وجزء من الركعه الثانيه، ام انه كان المفروض علي ان انا اكمل يعني الاربع ركعات بحكم ان انا حضرت جزء من الركعه الثانيه. جزاك الله خير. فتح الله عليك. سوف أبدأ بالسؤال الثاني لأن طريقه قاصد. إذا أتم المسافر بالمقيم السنة أن يتم لإتمام إمامه. إذا أتم المسافر بالمقيم فإنه يتم صلاته لإتمام إمامه. فهذه المسألة محسومة يعني. أما بالنسبة للسؤال الأول، هذا من مواضع النظر بين أهل العلم. ما هي أقصى مدة للمسافر؟ إذا أتم لا هو خلص السؤال الأول خلص خلاص. السؤال بتاع إذا أتم المقيم. نعم إذا أتم المقيم يعني إذا أتم المسافر بالمقيم يتم، أخونا مسافر وأتم بمقيم يتم الصلاة. ده السؤال الثاني وخلصنا منه. واضح ده حبيبي؟ نرجع بقى للسؤال الأول. أنت يا حبيبي جاي 19 يوم بلد قعدت فيها 3 أيام، أنت لسه فيها مسافر. قعدت فيها يومين لسه مسافر. 5 ايام 10 ايام هذا محل الاجتهاد. الجمهور يقولون اذا اقمت 4 فصلي 4، يعني اذا نويت ان تقيم 4 ايام فصاعدا انقطع عنك حكم السفر، وهذا عمل بالاحتياط. طبعا في اقوال تقول يعني 19 يوم، ورد عن قالوا لا، هو نفسه لما قام 19 يوم في فتح مكه ما كانش ناوي يقيم 19 يوم، ده هو يتجدد النية يوم بيوم يوم بيوم لحد ما استغرقت المدة دي. مش هو خد قرار انه جاي يقيم في مكة صعب، هو مش عارف، هو جاي لحد ما يخلص شهور المسلمين ويرجع. فمن جاء الى بلد لا يعرف كم يقيم، انما ارتبط بمصلحته لما تأتمها رجع، هذا لا يزال مسافرا وان طالت المدة. طبعا بس ده يختلف عن ايه، واحد جاي مريض وجاي يتعالج لا قدر الله سرطان، هو مش عارف يرجع امتى، لان الشفاء لله عز وجل، بس يعني من خلال التقرير الطبي عارف، قالوا بعد شهرين عندك تحليل، بعد شهور عندك اختبار، لا ده عارف المساله مطوله، هذا انقطع عن حكم السفر، لم يعد مسافرا، لكن له رخصه الجمع باعتباره مريضا، له ان يجمع بين الظهرين وبين العشاء. فالاحتياط أن تعمل بقول الجمهور إذا أخذت أكثر من 4 أيام صلي 4 ركعات، صلي صلاة. جزاك الله خير. أحسن الله عليك، جزاك الله خير.